افتتحت فعاليات مؤتمر محافظة إربد الأول بعنوان الثقافة والمجتمع والإنسان، والذي نظمته مديرية ثقافة إربد في قاعة المؤتمرات بجامعة اليرموك بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والباحثين والمهتمين. وزير الثقافة أوضح أن هذا المؤتمر يأتي خطوة أولى في إطار استعدادات المملكة للاحتفاء بإربد عاصمة للثقافة العربية عام 2021، داعيا أبناء إربد وبلديتها ومؤسساتها وهيئاتها الثقافية والاجتماعية والمدنية إلى العمل معا في سبيل الوصول إلى جعل مدينة إربد نموذجا على المستوى العربي عام 2021. هذا المؤتمر الذي يضم مجموعة من أوراق العمل التي تتحدث عن منجزات إربد الثقافية وتاريخها وإرثها الثقافي. الحقيقة إربد مدينة كبيرة ومدينة عريقة تستحق أن تدرس من خلال أوراق عمل ومن خلال أبحاث قيمة يقوم بها متخصصون لتعريف الأردنيين وتعريف العالم خارج الأردن أيضا على منجزات إربد وتاريخها الحضاري. مؤتمر محافظة إربد الأول الثقافة والمجتمع والإنسان، وهو مؤتمر فيه عدة محاور، محور ثقافي اجتماعي سياسي واقتصادي، وبحاول يوثق للمدينة بتفاصيلها والمحافظة أيضا لا تقتصر على المدينة. بنحاول أنه ناخذ معظم التفاصيل الاجتماعية الثقافية الاقتصادية، بندرس الأبعاد الثقافية المتنوعة من موسيقية غناء شعبي فن تشكيلي وكل أنواع الثقافة بالإضافة للأدب والشعر.